اي فيفا كوين افضل وارخص موقع لبيع الكوين سريع بالتسليم وبيدعم اللغه العربيه ومضمون من الباند والتصفير وبتعامل معه انا شخصيا. الرابط كود الخصم موجودين تحت بالدسكربشن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، من نار او سوري جيمر معكم اليوم بمقطع جديد من سلسله الماستر ليج مع نادي برشلونه، الحلقه الثامنه تقريبا من هاي السلسله. فبتمنى قبل ما نبدا دعمك وزر لايك وتشترك بالقناه يا وحش. اذا ما كنت مشترك وصلونا 3500 لايك، اذا حابين ننزل لكم الحلقه اللي بعدها ان شاء الله. اول ما بنوصل 3500 لايك بنزل لكم الحلقه اللي بعدها فورا من هاي السلسله. اذا وصلناها اليوم فبينزل لكم مقطع ثاني من السلسله اليوم، لانه بصراحه الدعم بالفتره الاخيره على هاي السلسله جدا نازل مقارنه بنمط المهنه اللي عاملينه مع ريال مدريد. فكل مشجعين برشلونه يعني اضغطوا لايك مشان يصير دعم على السلسله ممتاز. على العموم فترة الانتقالات باقي لها 7 ايام بالضبط وبتبدأ معنا، فحاليا رح ورجيكم تشكيلتنا. تشكيلتنا على حالة للناس اللي ما بتعرف، رح حاول في ناس عطتني كتير اقتراحات، ابرز انه صير نزل ارثر لانه اول شيء بيتطور كتير، وناس قالت لي اقترحت عليه بعض اللاعبين رح حاول جيب منهم بهي الحلقة. فرح بخلي ارثر ولا لا خلينا رح بخلي على تشكيلتي الاساسية. تمام، رح بخليها هيك. مين مثلا لياقته نازلة؟ كل اللعيبة لياقتهم ممتازة تعتبر، فتقريبا رح خلي التشكيلة على هالوضع. وعندنا مباراة طبعا مع نادي فالنسيا، فمباراة صعبة اكيد وضروري جدا انه نلعبها، فخلينا ما نكتر كتير بالكلام وننطلق على المباراة. اجواء الكامبانو يا حبيبي، الكامبانو، بسم الله الرحمن الرحيم. يلا خليها هيك هجمة سريعة من اول الحلقة لعيونكم بس. يلا يوه، هون الشوط من بعيد كل مرة بنسى، دائما هون بحب شوط من بعيد انا. حلوة يا ارتورو، والله خطير. يلا امبابي، ها دي بروين، يا الله والله فرص حلوة، فرص حلوة عم تجينا لسه باول المباراة ما زلنا. هي 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 عم يلعبوا على المرتدة والله العظيم. شوف ما في اي 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 هذا مين هذا؟ جيبه 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 جيبه، الله عليك اسطورة. اوي يلا فاران 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 يا اخي، فاران الحلو فيه سريع، يعني ما في مرتدات تجي عليك هيك بسهولة. والله دفاع منظم، روح روح يا الله، كسره كسر لله. ايه شو هال يا اخي، ليش هيك عم يلعبوا؟ بتحس فايتين يعني، مو فايتين يلعبوا كرة القدم، فايتين يلعبوا ملاكمة ولا شيش، ليش هيك اللعب؟ حلو الشوط اول 0-0، والله هجمنا بس ما عرفنا انه نترجم الفرص، يعني ثلاث هجمات اجتني ما عرفنا انه نفوز للاسف. يعني ما زال معنا الشوط الثاني ان شاء الله انه نحسن نسجل لنا شيء هدف يعني على الاقل، لانه فريق فالنسيا والله ما له فريق سهل. كيف مرقت هي؟ حرام عليكم، انتبهوا 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 من الباص. الله عليك يا اخي، التدخل رهيب، هاللاعب رهيب. فاران يا افضل مدافع لحد الان مجربه بيبيس، ما جربت كل المدافعين بس عم اقول على اللي جربتهم يعني. يلا يلا فاران 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 فاران، لا ايوه يا فاران لا تخليه يعرف. اوي 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 اوي، حلوه حلوه حلوه. لا 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 لا، والله عليك وحش تير شتيغن وحش. خليني اهجم الفريق كله لانه ما بدي اطلع بتعادل بهيك مباراه. يلا ممتازه ممتازة، معنا معنا فرصة معنا فرصة معنا فرصة، يلا 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 حلوين. الفريق كله الفريق كله هاجم الفريق كله هاجم الفريق كله هاجم. ميسي يا حرام عليك، كان بإمكاني اتقدم فيها كمان. والله لعبنا شوية باصات حلوين، شوف دخلة ميسي انت، بس التسديدة كيف ضيعها ميسي كيف. يلا باران ممتاز ممتاز ممتاز، يلا يلا الله ياخذك الله ياخذكم يا اخي، شو اللعب هذا؟ لا 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 لا، حلوين بسرعة بسرعة بسرعة. ميسي يا الله، حسب الفول حسب الفول، حرام يا اخي المباراة تعادل، كل الفرص لنا. اخر تسديدة اخر تسديدة يا الله، بسم الله. يلا 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 يلا، طيب ليش يصفر ليش يصفر؟ كانت ركنيه ولا في اوف سايد على فاران؟ كان 164 تمريره، 8 تسديدات، كل شيء لنا. قديش صار الفرق؟ الفرق 6 نقط، اوكي ما زال الفرق جيد يعني بيننا وبين ريال مدريد، فما بعرف شو.
تطور كيليان مبابي حلوة. عن مباراة ضد بلد الوليد رح أعمل لها محاكاة لأنها مباراة سهلة نسبيا، فخليني أشوف. رح نزل بعض اللاعبين البدلاء، نزل أيوة هن مبدلين من حالهم. ف طيب ليش هيك هيك؟ أوكي خليني نزل أرثر، في كتير ناس قالت لي إنه مستوى أرثر بيتطور، فخلص لعب بالتشكيلة هي. تخطي 1-0، 5-1، واو حلوين، فرق 6 نقط ما زال. اعلان جائزة افضل لاعب في اسيا، ونحن شو بهمنا بهالموضوع، نحن باوروبا. باولينيو لعبنا، اوكي شي حلو بصراحة، باولينيو لاعب ممتاز بس لسه ما انتقل على اسيا، فورا عملتوه افضل لاعب باسيا. اغلب السنة كان مقضيها بنادي برشلونة. عرض عليك المنصب المدير الفني، ما بدنا اي منصب مدير فني. فحاليا عندنا مباراة مع ريال مدريد، هي ما بعرف بالدوري. اوكي شي حلو، بعد فالنسيا ريال مدريد فورا، شي جدا حلو. افضل لاعب في امريكا الجنوبية سافيتش، اوكي نحن شو بيهمنا بكل هالكلام. مباراة هامة ضد ريال مدريد، فعليا مباراة هامة جدا كمان، لازم انزل بكل قوتي وبتشكيلتنا الاساسية، لازم نركز يعني قد ما بنقدر نركز نركز، لانه هذيك المباراة حرام انه اصلا يعني تعادلنا فيها مع فالنسيا. فان شاء الله انه نحسن نفوز بهي المباراة ضد ريال مدريد ونوسع الفارق ويصير 9 نقط، فبيكون شي حلو. المدرجات ممتلئة فلنحقق الفوز من اجل المشجعين، يعني المباراة على ارضنا صح؟ هي نفس الحقيقة اللي لعبوها برشلونة مع ريال مدريد، كانت على ارض برشلونة بالكامب نو. اوه على الكامب نو يا حبيبي، الكلاسيكو، كلاسيكو الارض على حبيبي على الكامب نو النيو كامب. اوكي اجواء ما بعدها اجواء بصراحة، اجواء ما بعدها اجواء، امبابي، ميسي، دي بروين، كوتينيو، فيدال وبوسكيتس. هي المفروض نقرا من الحراسة للهجوم، يعني مو من الهجوم للحراسة. فخلينا نشوف شو تشكيلة ريال مدريد راح بتكون بالضبط. على الجانب الثاني ريال مدريد، كيكو، كاسيا، ناتشو، سيرجيو راموس، كارباخال، مارسيلو، مودريتش، كروس، ايسكو، جارث بيل، بنزيما، واسينسيو. ما بعرف وينه كورتوا وليش حاطين نافاس على الاحتياط، الله اعلم، ما عندي اي مشكلة. ممتازة ممتازة، يلا 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 روح مبابي، روح 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 روح، هربتك مبابي، جولك مبابي. ليش بشوط من بعيد انا؟ ليش المشكلة؟ شفت المدافعين عم يضغطوا علي، قلت خليني شوط لانه خفت تنقطع بصراحة. ها فريق هاجم، فريق هاجم، لازم نحاول نستغل هالشي، هن بدهم يسجلوا هدف من اول المباراة وانا ما بدي اخليهم يعملوا هالشي. يا حبيبي قطاع خلص، اوه والله ممتاز المدافع كيف قطع، ما خلاه يمرق فيها. انا الغلطان، انا الغلطان اني حركت المدافع اصلا، يا الهي. يلا يا حارس، يا سلام عليك، هجمنا الحارس. هي 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 انتوا اغلاط، شوف 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 الاغلاط الغبيه هي. اوه فاول من مكان خطير والله. يا سلام عليك يا تير شتيغن، هون ما فيك تحرك الحارس والحركات هي. بينتهي الشوط الاول صفار، كيف لهلا ما عم نعرف نسجل بالمباريتين؟ معقول ما عرفنا نسجل شيء؟ احصائيات لنا اغلبها، لكن الاهداف هي اللي بتنقص المباراه. لازم بدل بين مكان ميسي ومبابي بصراحه، انا هيك شايف انه بتكون افضل. وهل في لاعبين محتاجين ننزلهم ولا شيء؟ يعني ممكن اني انزل ارثر مكان ارتورو فيدال. حلوين حلوين، يا الهي يا اخي ما عم يتركوني المدافعين، والله ما عم يتركوني. حلوه ارثر، يلا في فاول هون، في فاول، في والله فاول، انا لعبت باص واخيرا حسب الفاول. تخيل بعد قديش انا لعبان باص، قايلكم انا لعبان الباص، ما مو هو مو المدافع، مو مودريتش يعني اللي ركل الكره، والله بعيده بعيده جدا. ما بيمرق ما بيمرق، لا 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 لا، اوفسايد هاي ولا ما فيها شيء؟ شيل شيل، يا الله لا، الله عليك يا تير شتيغن، اقسم بالله اسطوري، اوفسايد. يلا يلا روح فوق، روح روح روح. يا اخي شو هاللعب تبع الفرق اللي ضدي هاد؟ شوف شوف يا اخي خلص هدوا شوي،
والله ما عم تلعبوا ملاكمة، كرة قدم هي. شوف موقفين لي لاعب مشان ما اعرف شو طلع الركلة الحرة. الله يا ليو 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 ليو، الهدف الاول من ليونيل ميسي، وضد مين؟ ضد الريال. الله، مو اول مرة بيجيب فاول ضد الريال، مو اول مرة. يو على الروعة، يو شوف 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 شوف، يو قوية قوية قوية. روح تمريرها من بين المدافعين. جوردي البا، مو لهاد مو لهاد. اداء دفاعي كبير جدا هذا اليوم. يو يا ارثر يو، والله حلوه. كان بس بدها تكون ملعوبه بزاويه، هي هيك يعني مسدده على نص المرمى، على منتصف المرمى. والله حلوه يا ارثر، يعني ما شاء الله، والله الشوطه حلوه، يعني كان اخذ مساحه بس شيطه بنص المرمى. يلا، كل مرة تغابوا كل مرة تغابوا هيك. روح فاران، روح روح ضد فريقك السابق، روح. يا الله حلوة حلوة. يلا 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 يلا، واحد يروح واحد يروح. يا ركنية ركنية حلوة، حلوين حلوين حلوين. يلا ميسي 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 بيرفع، ويلا ما في. يلا صعب 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 صعب. الله لا يا ام تيتي، كان انتبه انتبه انتبه. الله عليك يا ترشتي، لا 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 لا، هو ضيع الغبي، ضيع، اقسم بالله انه غبي، ما بعرف شو عاد يستنى. روح يا الهي يا الهي، عاد انتوا لعبكم ممتاز. يلا حلوين يا الله، بدي بس مساحة اني العب باص. يا الله اوفسايد، اصلا انا لعبانه لميسي، قصدي والله ما كان قصدي لدي برون، ما بعرف شكله ميسي كمان متسلل. كره طوليه من الحارس. الله الله، ميسي ميسي يا حبيبي هو اللي بيحسمها. 6 هجمات 3 على المرمى، حسنا انه نفوز. احصائيات شوي متقاربه بالهجمات، لكن غير هيك كل شيء لنا، بدعنا 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 وفزنا. ميسي نجم المباراه 7.5، وبعده بيجي كثير لاعبين، لكن على العموم فوز ضد الريال الحمد لله، وسعنا الفرق لتسع نقاط، والفوز اجى من فاول. يعني يا ريت انه حسنا نسجل اهداف عادية، والله الفريق دفاعه جدا متماسك بصراحة كان، لكن تسجل معنا الفاول، فنحن فرق 9 نقط صار بيننا وبين ريال مدريد، شيء حلو، وبين اتلتيكو مدريد كمان 9 نقط، فهي المباريات اللي لعبناها هذا الشهر فوز وتعادلين، يعني كان شهر حلو، المباريات اغلبها عم تجينا صعبة، يعني كان في مباراة ضد فالنسيا، ومباراة ضد باريس سان جيرمان، ومباراة ضد ريال مدريد، الثلاثة يعني فرق ما لهم سهلين ابدا. فحاليا رح تبدا فتره الانتقالات معنا، انا رح ارفض كل العروض اللي اجتني، انا مدرب لبرشلونه. اوكي، تشكيله الشهر فيها 1 2 3 4 5 6 لعيبه من عنا، زانيتي عم يلعب مع اتلتيكو مدريد، وراموس طبعا مع ريال مدريد، فتشكيله الشهر يعني تواجد كثير لاعبين من عنا، تشهد تواجد كثير من اللاعبين. وهون بدات فتره الانتقالات، بدات فتره الانتقالات، رح اقول لكم على ابرز الاقتراحات اللي اجتني، لانه لسه رح باخذ اقتراحات ثانيه. طبعا مراجعه عقدنا مع ليو ميسي، ومراجعه عقدنا مع كوتينيو، وعلينا مراجعه عقدنا مع مبابي. طيب رح بشوف هالامور بس اجلها للحلقه الجايه، لانه في بعض اللاعبين حابب اني اتعاقد معهم، ففريق الشباب هون في بعض التطورات، بس كلهم اضعاف المشكله، يعني انتوا عرفتوا كيف. فاقوى واحد 66، ماني محتاج 66. رح ورجيكم بعض اللاعبين اللي حابب اني اتعاقد معهم. طبعا هذا اول لاعب بوجبا، كثير ناس نصحتني فيه بصراحه، ما بعرف شو قيمته بصراحه بالسوق، بس رح نبدا معهم مفاوضات انتقال لنادي مانشستر يونايتد، فرح نقدم لهم يعني عرض جيد ان شاء الله انهم يقبلوا فيه. اوكي، شوف هو ما بعرف ليش رافض، يعني رافض الفكره تماما، فرص التعاقد 0%، ابدا ما بده يتعاقد معنا بوجبا، ليش هيك؟ الله اعلم. بوجبا يبدو انه صعب بينتقل، لكن رح نقدم له عرض. رح نشوف بعض اللاعبين اللي مكتشفين لنا اياهم، فشوف اوه في سي بي طاقته 89، هذا من اللاعبين القدامى هذول، والله شيء حلو بصراحه. قولوا لي اذا بدكم اتعاقد معه ولا لا. انا في واحد قال لي جرب تتعاقد يمكن تلاقي رونالدينيو موجود. بصراحه فكرت برونالدينيو، رونالدينيو شيء رهيب، والله رونالدينيو موجود، رونالدينيو موجود يا جماعة، وغير مقيد بعقد يعني ببلاش. تعال تعال والله لجيبك، تعال تعال خلينا نقدم له، رح يوافق من غيره. طيب اعطيه هيك راتب جيد ان شاء الله انه يوافق معنا، خلينا هيك. ايوه هيك 97% 99، هيك 100% اكيد رح بيوافق. رونالدينيو يا حبيبي، هذا رونالدينيو،
والله خطير يا اخي، والله واحد نصحني بالتعاقد معه، شكرا شكرا له. انا ما كنت عارفان انه بي بيس راح في اللعيبه القدامى، انتوا فهمتوا كيف؟ يعني اللعيبه اللي اعتزلوا فاضافوا لهم بطاقات، يعني شيء مثل الايكون ولا شيء بتقدر تقول. تم تلقي عرض لمالكوم من ليستر سيتي، عندي مباراه ضد رايو فايكانو بدي اتخطاها، مالي راح العبها. رايو فريق سهل ومنفوز عليه بسهوله، ف1-0 مو مهم، اهم شيء انه فزنا. فبدي اشوف رونالدينيو وافق. رونالدينيو وافق يا حبيبي ولا بوجبا ولا كيف؟ اوكي طيب رونالدينيو وافق لكن بوجبا ما وافق. اهم شيء رونالدينيو يا اخي، يا اخي بدي اجرب رونالدينيو بفيفا، ما جربته، بدي اجربه هون. خلينا نعمل قبول الشروط. هيك ما بدفع له راتب، شيء رهيب يا اخي والله. ما بتدفع، مو ما بدفع له راتب، ما بدفع رسوم انتقال. صار عندي بالنادي ولا لسه لازم استنى شوي؟ لا يبدو انه لازم نستنى شوي. يعني شيء حلو رونالدينيو يا اخي، بنحطه هلا، مشكلتنا بيبدع معنا. في اقتراحات تانية هلا راح لكم عليها، بعض الناس اقترحت علي بما انه بوجبا يبدو انه صعب التعاقد معه. دي بروين انخفض للول 90، ليش؟ يا قد ايه عمره طيب حاطينه؟ عمره 26، والله مو كتير كبير يعني، حلو 26. اذا حطيته بالسي ام بتنخفض طاقته. طيب بدنا، وينك بوسكيتس؟ كمان عم فكر جيب حدا مكان بوسكيتس، يا ريت تقترح علي مين جيب لاعب، لانه هلا جبت رونالدينيو لسه عم فكر جيب لاعب مكان بوسكيتس، وفي كتير لاعبين بدي جيبهم. يعني عم فكر جيب حارس احتياطي يكون ممتاز، يعني سيلسن طاقته 81، بدي حارس احتياطي لتير شتيغن بس يكون بحدود ال 84 ولا شيء. فبتمنى فهمتوا الفكره، وبدي جيب لاعب بالسي ام لانه ارتورو فيدال ايضا عمره 32 وراح نستغني عنه قريبا. فبتمنى تكتبوا لي كلكم اقتراحاتكم. فكوتينيو طبعا ممكن اني نزله بمركز السي ام ولا شيء، الله اعلم، ممكن حول الخطة 4-3-3 ولا شيء، لانه رونالدينيو ممكن يلعب جناح صح؟ يعني لو فكرنا انه لعب رونالدينيو جناح هو شوف الاس تي 89 بتكون طاقته، فشي حلو. فراح نخلي التشكيلة على هذا الشكل لانه بدنا صراحة بدي كتير لاعبين لسه لحتى ظبط التشكيلة. يعني هلا بالحلقة الجاية بدي اياكم تقترحوا لي لاعبين، لاعب بمركز السي ام ولاعب بمركز السي دي ام، يعني خط وسط سي ام ودي ام اف او سي دي ام هون. فيا ريت انكم تقترحوا علي، بظن انه قلوب الدفاع والاظهرة ممتازين، لكن اذا عندكم اقتراحات ايضا ما عندي مشكلة. وطبعا حارس احتياطي يا ريت ايضا انه تقترحوا علي. فهذا رونالدينيو يا اخي، رونالدينيو شيء رهيب بصراحة، لاعب اسطوري واضافه، فعليا اضافه عظيمه للفريق. فماني عارفان اقدم بالايام كمان ولا لا، خلينا نقدم اذا في شيء مباراه ممكن نلعبها كمباراه اخيره، بس تكون داخل فتره الانتقالات مشان ما تروح فتره الانتقالات ونحن بدنا نلعب المباريات. فهون افضل لاعب بالعالم كريستيانو رونالدو، للاسف ما اخذها ميسي، هو بالحقيقه يعني ما اخذها لا ميسي ولا رونالدو، اخذها مودريتش بالحقيقه. فهون اعطوها لكريستيانو رونالدو. يوفنتوس يبدون اهتمامهم في الحصول على ميسي، لازم نجدد عقود بعض اللاعبين لانه اذا ما جددنا عقود من الان فراح يصير مشكله. اوكي خليني اجرب اعمل عرض تجديد التعاقد. قديش راح بيطلب راتب؟ ما معي راتب، المشكله ما معي راتب ابدا اني اجدد له الراتب. شوف كل اللي معي 9 ملايين ميزانيه الراتب، فلازم انه نستنى شوي. تركون هو ميسي ما بظن انه ينتقل ولا باي شكل من الاشكال. لكن على العموم عندنا مباراه ضد ليجانس ومباراه ضد بلباو، ما بعرف كنت عم فكر العب مباراه اخيره لكن بصراحة مالي رح العب مشان يضل معنا وقت كبير بفترة الانتقالات ونحسن نتعاقد مع لاعبين. فبتمنى كل واحد يقترح علي اللاعبين اللي قلت له عليهم مشان نحسن انه نطور فريقنا بشكل كبير. وطبعا ورجوني دعمكم على هي السلسلة اذا حابين نستمر فيها، لانه بصراحة الدعم عليها شوي تعبان بالفترة الأخيرة. فضغط لايك واشترك بالقناة اذا ما كنت مشترك، يعني هن ضغطين ما رح يخسروك أي شيء. بنوصل 3500 لايك بنزل لكم الحلقة اللي بعدها فورا، فروحوا تابعني بالانستغرام رح تلاقي رابطه تحت بالدسكربشن. فشكرا لكل واحد تابع المقطع لنهايته، فبس هذا اللي كان عندي اليوم، في أمان الله.